حياكم الله من جديد مشاهدينا في لقاء الراي. قضية زراعة الأعضاء والتبرع بالأعضاء قضية شائكة وكبيرة وفيها العديد من المحاور اللي راح نسلط عليها الضوء اليوم من خلال هذه الحلقة واللي راح يساعدنا فيها هو ضيفنا في الحلقة الدكتور مصطفى الموسوي رئيس قسم زراعة الأعضاء في وزارة الصحة حياك الله دكتور معنا. الله يحييك وشكرا على الاستضافة دكتور يعني بداية مباشرة ندخل في الموضوع ما هي ثقافة التبرع بالأعضاء ثقافة التبرع تعني أن هل المجتمع عند عند القابليه او عندها الثقافه ان يشعر بمعاناه المرضى ويقوم بالتبرع بالاعضاء ام لا اذا تكلمنا عن ثقافه التبرع في الكويت وليس في الكويت فقط وان في كل منطقه الشرق الاوسط هي ثقافه تقريبا اذا اذا مش معدومه يكون شبه ضعيفه جدا يعني مقارنه بثقافه آه ثقافه التبرع في الغرب اعطيك مثال آه رجل انجليزي صار له حادث في الكويت فانكسرت ضلوع, ضلوع اثناء الحادث وفي احد الضلوع دش في قلبه كان في ثقب في قلبه ذيك الايام انا كنت في جراحه العامه في مستشفى مبارك يا ابو الحوادث كان ضغط صفر وبالتالي تقريبا رمق الاخير قلت حق زوجته احنا راح ناخذ العمليات نعطيه فرصه بس ما اعتقد راح ينجح يعني يعيش وفعلا سويت العملية وسكرت الثقب بس ما عاش الرجل لأنه كان ضغطه وايد واطي فترة طويلة وبالتالي أثر على المخ يوم طلعت كلمت زوجته طبعا تأثرت بعد خمس دقائق رجعت لي وقالت لي هل في إمكانية أن نتبرع في عضاء للمحتاجين هالثقافة هذه اللي موجودة عند الأجانب للأسف ما نشوفها هني أنا أحيانا أتكلم مع ناس كويتيين عن التبرع اذا عندهم شخص متوفى في العنايه المركزه مو بس ما يقبلون بعضهم يزعلون. راح نتكلم عن هالجانب دكتور وحساسيته خاصه انه في تدخل فيه جوانب كثيره جوانب اجتماعيه شرعية، صح وغيرها من الامور. لكن الان فهمت منك ان التبرع بالاعضاء هو قسمين او حتى الثقافه بالتبرع بالاعضاء هي قسمين. اما تكون عندي الثقافه انا واكون مستعد للتبرع باعضائي في حياتي ام تكون هذه الثقافه موجوده عند اقاربي من الدرجه الاولى ويتبرعون باعضائي بعد وفاتي، صحيح ولا لا؟ صحيح صحيح، طيب ما هي ضوابط تبرع الاحياء باعضائهم؟ الضوابط سهله جدا، يعني حسب القانون الكويتي الشخص لازم يكون كامل الاهليه طبعا كمال الاهليه في الكويت لازم يكون بالغ 21 سنه فاذا جانا يعني شخص اقل من السن حسب القانون الكويتي هذا لا يقبل مع ان اكثر دول العالم الان تقبل اي شخص عمره اكثر من واحد 18 سنه ما ادري ليش في الكويت 21 بس هذا الواقع وطبعا لازم يكون من اقارب المريض ما نقبل شخص غريب يتبرع لانسان اخر لان هناك شبهه تجاره الاعضاء والتجارة هذه محرمة ومجرمة في م. القانون الكويتي لزراعة الأعضاء راح نتكلم دكتور عن يعني هذه التجارة لكن الضوابط هو أن يكون بالنسبة للشخص الحي أن يكون مؤهل قانونيا مؤهل وأن يكون من سنة وأن يكون من الأقارب إذا مو من الأقارب هناك لجنة م. تقابل المتبرعين من غير الأقارب فإذا وافقت اللجنة واقتنعت أن هناك ليس قرابة وإنما علاقة عاطفية بين المريض وبين المتبرع ايضا تقبل تبرعه. طبعا لما القبول هو اول خطوات الموضوع لازم اول شيء نعمل فحوصات كامله نتاكد ان الكليتين سليمات، هاي ضمت فحوصات بالنسبه للشخص الحي بالنسبه للشخص الحي المتبرع الحي المتبرع اي فحوصات دم وفحوصات بول وفحص طب النووي للكلى واخيرا فحص أشعة مقطعية لشرايين الكلى لأن أحيانا الكلى فيها شريان واحد وهذا الوضع الطبيعي وأحيانا يكون فيها عدة شرايين إحنا نفضل أن المتبرع يكون الكلى فيها شريان واحد يكون عملية أسهل للمريض وأسهل للطبيب أيضا طيب إذا إذا أجرى من ف... الفحوصات بس الفحوصات عادة ما تطول أكثر من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع والعملية تجرى بالمنظار ففتحات بسيطة جدا والمتبرع يذهب او يخرج من المستشفى خلال ثلاثة ايام او أربعة ايام بعد العمليه. جميل يعني انا قبل ما اتبرع باعضائي هناك بعض الفحوصات <applause> الفحوصات والاجراءات اللي راح اقوم منها من خلال ومنها هالمناظير اللي راح يسوونها لي اللي تخليني ادخل المستشفى لمده ثلاثة ايام. نعم العمليه بالمنظار طبعا في النهايه الكليه ما نقدر نطلعها بالمنظار في فتحه صغيره نطلع من الكليه بس أهمية المنظار أو مزايا المنظار أن الألم بعد العملية يكون قليل جدا إحنا في الأيام السابقة قبل 20 سنة كنا نفتح فتحة كبيرة ونشيل جزء من الضروع المريض المتبرع كان يتألم وقد يكون يتألم لمدة أسابيع الآن الألم يكون فقط أول مجرد 20. التفكير في هالعملية يمكن تخليه يتراجع حتى عن صحيح. موضوع بس الان مع مع وجود المناظير اتصور هذا شجع كثير من الناس ان يتقدمون للتبرع والمتبرع اللي يقوم بالتبرع ايضا يخبر الاخرين ان العمليه سهله وعمليه ما في الام ويقدر يطلع من المستشفى خلال ايام. طيب دكتور شنو الضمانات على حاله هذا المتبرع الصحيه اذا شخص عمره 21 سنه قدم على كتاب التبرع بالاعضاء وتوفي بعد 40 سنة 50 هنا. سنة هنا. أكيد مر بمراحل عمرية وأكيد مراحل صحية كثيرة يمكن في بعض الوظائف عنده أو بعض الأعضاء غير صالحة للتبرع أثناء نقلها شلون راح تعرفون؟ احنا أي متبرع حي طبعا تجاله فحوصات تأكد من سلامة أعضاء أنت قلت الحين شخص تبرع وش يصير له في المستقبل؟ هذا كان السؤال صح؟ يعني هو وقع على على ورقه التبرع ها انت تقصد بطاقه التبرع بعد الوفاه التبرع التبرع اه بعد أيه؟ طبعا كل انسان يوقع بطاقه التبرع للتبرع بعد الوفاه ما نحتاج نسوي اي فحوصات ولا فحص ليش لان هذا الحين يوقع قد يكون يعيش لبعد 50 سنه وضعه راح يختلف يعني اكيد طبعاً. احنا الشخص المتوفى نجري له الفحوصات ونشوف شنو الاعضاء الصالحه، احيانا ما نلقى ولا عضو صالح فبالتالي لا يصلح تبرع، احيانا نقول نلقى عنده في سرطان، اذا في سرطان ما طيب. نقدر ناخذ من اعضاء، بس اذا شفنا انه ما عنده سرطان وعنده اعضاء صالحه في الحاله نقوم باستئصال هذه الاعضاء، فالشخص ما يحدد الاعضاء، الاطباء هم بعد الوفاه يشوفون شنو الاعضاء الصالحه للنقل وبالتالي يتم نقله. يعني في احدى الاحصائيات تقول يعني الكويت الثانيه بالتبرع بالاعضاء بعد الوفاه على مستوى الشرق الاوسط والاولى عربيا ما هو المعدل للمتبرع الكويتي بشكل خاص؟ يعني احنا بالنسبه للدول المحيطه محيطه فينا الحمد لله يعني نسبه جيده احنا عندنا من من سته الى ثمان متبرعين لكل مليون. دائما المقارنه بين الدول ما تكون بالعدد الكلي وانما لكل مليون. لان في دول كبيره جدا، الصين ما تقدر تقول والله كم متبرع، لازم تقول لكل مليون، كذلك الدول الصغيره. احنا في الكويت عندنا سته الى ثمان متبرعين لكل مليون، في السعوديه مثلا اكو ثلاثه الى اربعه لكل مليون، في قطر اقل جدا. يعني أقل احنا النسبه اللي عندنا سته من سته من الى سته الى ثمانيه. الى ثمانيه مقابل كل مليون لكل مليون يعني مم. كل مليون في الكويت يعني عندنا كم مليون أربعة ملايين مم. تقدر تضربها في أربعة ثلاث ملايين تضربها في ثلاثة واضح كم عدد المتبرعين إذا في إحصائية أخيرة دكتور؟ آه إحنا إلى الآن آه بدأنا في سنة 96 وتسعين آه إلى الآن وصلنا ما عندي إحصائية دقيقة آخر شيء بس فوق الميتين وعشرين آه شخص أخذنا منه أعضاء وأنسجة. طبعاً لا لا شك أن الشخص المتوفى الواحد ما نأخذ منه فقط عضو واحد وإنما مجموعة من الأعضاء والأنسجة. شنو الأنسجة؟ قرنية العين نسيج وهذا النسيج عبارة عن شريحة خفيفة جداً أمام العين. هذه الشريحة قد ترجع البصر لشخص عنده تشوه أو حرق في العين وبالتالي ما يشوف بدون زرع القرنية. الجلد أيضاً يمكن استفادة منه في الحروق. من هل 220 متبرع او اكثر 220 متبرع فقط من 96 الان بس اخذنا فوق ال 800 عضو ونسيج نسيج بحيث الاستفادة من من الوفيات هذه كان عدد كبير جدا من المرضى وبعضهم انقذ من الموت يعني شخص اللي يحتاج الى كبد اذا ما يزرع الكبد راح يموت الشخص اللي يحتاج الى قلب إذا ما زرع القلب راح يموت فبالتالي أنقذنا مجموعة كبيرة من من المرضى من الموت وأنقذنا بعضهم مثل فشل كلوي من المرض مه. إحنا بس في العام الماضي أخذنا 94 عضو ونسيج من 20 متبرع فقط مه. فتشوف أن المتبرع الواحد في المتوسط يتبرع بخمس أعضاء وأنسجة تقريبا طيب أه هذا بالنسبة للكويت هل هناك ايضا عمليات نقل اعضاء او عمليات تبرع بالاعضاء من خارج الكويت ابي اسالك هذا السؤال لكن بعد فاصل قصير دكتور مشاهدينا فاصل ونعود <applause> حياكم الله من جديد مشاهدينا دكتور يعني قبل الفاصل كنت بسألك عن مثلا التبرع بالعضاء في الكويت وبالخارج بس قبل هذا السؤال أبي أسألك من خلال الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء وأنت من الجمعية ما هو حجم الإقبال على من قبل المتبرعين والمنتسبين لهذه الجمعية؟ هناك إقبال لا بأس به يعني إحنا الآن عندنا حوالي 13 ألف شخص في الكويت يحملون بطاقات التبرع وهذه البطاقة عبارة عن وصية أو رغبة بتبرع بالأعضاء بعد الوفاة شهريا حوالي 20 واحد يسجلون بس هذا العدد بالنسبة لعدد عدد السكان الكلي يعتبر عدد ما زال قليل جدا يعني هذا العدد في زيادة في السنوات الأخيرة نتيجة للدعاية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فكل تغريده تلقى في ناس يشجعون ويسجلون بطاقه التبرع والتسجيل سهل جدا حتى برساله واتساب للجمعيه البطاقه توصل لك البيت. بس انا اعتقد الموضوع ما يعتمد يعني احنا نبحث عن ثقافه لتشجيع الناس للتبرع بالاعضاء، موضوع ما يوقف عن تغريده صح. يعني من اي شخص في السوشيال ميديا مثلا، الموضوع انا اعتقد انه يحتاج لمجهود إعلامي أكبر يعني لا شك كمشروع كبير تتبنى سياسة الدولة ويكون صحيح. مثلا مشروع توعوي كبير وهذا ما صار في بعض الدول يعني أنا أعطيك مثال كرواتيا عدد سكانها تقريبا مثل عدد سكان الكويت في حدود الأربع ملايين م. كرواتيا كان عندها التبرع ثلاثة لكل مليون إلى أن الشخص اللي كان مسؤول عن التبرع مسؤول عن هذا البرنامج صار حطوه مسؤول في وزارة الصحة عندهم م. وقدر ينشأ آه نظام قوي جدا بحيث زاد التبرع من ثلاثة لكل مليون إلى ثلاثين لكل مليون الآن آه نسبة في قفزة نعم قفزة كبيرة عشرة أضعاف يعني الآن آه كرواتيا هي تتنافس مع إسبانيا م. في موضوع أفضل دولة في التبرع لكل مليون يعني إسبانيا هي الأولى على مستوى العالم أربعين لكل مليون كرواتيا ثاني دوله في 30 لكل مليون فبالتالي مثل ما تقول اذا في توجه من الوزاره في توجه من الحكومه من من الدوله هذا المشروع راح راح يصير احنا الحمد لله عندنا الان وزير جديد شاب وايضا وكيل جديد شاب الاثنين مهتمين جدا في هذا الموضوع ونامل ان خلال السنوات القادمه انه يصير طفره ان شاء الله بالنسبه لهذا الموضوع طبعا التشجيع لازم يكون ليس فقط من الدولة وإنما أيضا من رجال الدين علماء الدين م. لأن في كثير من الناس يعتقد أن هذا الموضوع يتضارب مع رأي الدين الدين يقول إنسان بعد وفاته يجب أن يحترم أن لا يمس وأن يدفن بسرعة كل الأمور هذه ما تتعارض مع موضوع التبرع بس عفوا دكتور في هذا الجانب بالذات هناك بعض الفتاوي اللي ما تقر بالتبرع بالأعضاء هناك بعض الفتاوى تقول أيضا أن نفس البشرية لا يملكها الإنسان هي ملك لله مو من حقه أن يتبرع بأعضاء أو يضحي بأحد أعضائه كأن يطبق عليه بعض حتى أن بعض العلماء قال أنه ينطبق عليه ما ينطبق على المنتحر مثلا لكن هناك ايضا بعد مشايخ الدين وبعض الفتاوي قالت إنه يجوز ان لم يكن هناك ضرر يعني خاصه هناك في الشيخ عثمان الخميس قال انه لا يجوز لكن يجب اولا ان يكون ما في على ضرر ولا يكون هناك شبهه بيع. اي نعم. اول شيء اذا نحق قضيه التبرع بعد الوفاه المتبرع ميت فبالتالي ما في ضرر على المتبرع. اني على قضيه العلماء الدين هل يتفقون على التبرع؟ يعني التبرع في عندنا في العالم الاسلامي بدا في الستينات فمو موضوع جديد الان يعني عفوا حتى قبل الوفاه في بعض العلماء يقول ما يجوز حتى ان يتبرع باحد اعضاء اثناء حياته يعني قضيه الملكيه ايضا نوقش بين م العلماء م م آه شيخ الشعراوي كان عنده الرأي ان الانسان بما انه ما يملك اعضاءه فبالتالي لا يستطيع ان يتبرع بها هو كان تقريبا العالم الوحيد اللي كان عنده هذا الراي اغلب علماء المسلمين من كافه المذاهب الان بشكل نقدر نقول 99% منهم يوافقون ان موضوع التبرع موضوع عمل خير لان الانسان ياخذ جزء من جسمه يعطي حق انسان اخر لينقذه من الموت او من المرض فيعتبر عمل انساني كبير، صحيح هو يتضرر انه راح يصير عمليه جراحيه ويعطي كليه بس بس ايضا قالوا بحيث ما يتضرر والانسان لما يتبرع بكلية من كليتيه ما راح يضره لان كلية واحدة تكفي ان للانسان ان يعيش حياة طبيعية طول حياته فبالتالي ما في ضرر على 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 المتبرع فموضوع الملكية الان تقريبا علماء الدين يقولون ان لان العمل اللي بيسوي عمل خير كبير جدا وما في ضرر وإنساني على الانسان بالدرجه الاولى وإنساني وفي انقاذ ارواح في انقاذ وما في ضرر عليه فبالتالي يسوي. وايضا يقولون ان الانسان ما يملك حتى امواله ولكن لا حق تبقى في تبقى فيه. التصرف فيها انسان اموال لله احنا احنا نتصرف في اموالنا ايضا نتصرف بالكليه بس في شنو؟ في سبيل عمل خير وهو انقاذ انسان اخر. وبالحقيقه دكتور هو اللي ينقذ انسان احيانا هو أحياناً؟ مو فرد صحيح. بروحه يمكن هو رب آه اسره يهيل اسره كامله آسف. فهو ينقذ اسره كامله لهذا وبالتالي هو انقذ مجتمع. لهذا القران الكريم يقول ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. نعم. دكتور سألتك عن التبرع بالأعضاء في الكويت وخارج الكويت وهناك من يفضل أن يسوي هالعملية خارج الكويت وهناك من يشوف أن في الكويت لدينا من الكفاءات والمركز اللي حقيقة يوجد فيه من الاختصاصيين الأكفاء اللي ممكن أن الواحد يتبرع في بعضاء يعني إحنا طبعا زراعة الكويت بدأت في 79 وكنا أول دولة خليجية تجرى فيها عمليات زراعة الأعضاء. فالخبرة اللي تراكمت من 79 الى هي خبرة خبرة جيدة جدا، إلى الآن سوينا أكثر من 2600 عملية زرع كلية من بداية البرنامج. م. فعدد العملية كل أسبوع قاعد نجري عمليتين بس كلا. عملية الكلى، نسوي أيضاً بنكرياس بس أعداد قليلة. م. آه الكبد بدأوا في الأخوان في مستشفى مبارك الكبير في يناير من السنة هذه، وأجوا أربع عمليات كبد إلى الآن. اخر عمليه كانت قبل اقل من اسبوع فعمليات الكلى تقريبا في تسلط كامل على هالنوع من العمليات تجربه جيده جدا والخبره جيده وعندنا ممرضين وممرضات عندهم خبره طويله وكذلك اطباء ليش الناس تروح برا؟ لان ما في عندهم متبرعين. اللي يروح برا أكثر الناس تروح برا لأن تدور آه. على متبرع خارج م. الكويت تشتري كلها وهذه طبعا تجارة محرمة ليس عندنا فقط وإنما في كل دول العالم تذهب إلى دول مثل باكستان في باكستان هناك قانون يمنع البيع والشراء لذلك العمليات تجرى في مستشفيات مغمورة في مستشفيات غير مؤهلة في مستشفيات لا لا يوجد فيها أقل متطلبات المطلوبه علشان كذي بعض العمليات. اكثر هالعمليات يعني تكون تحوشها مضاعفات كبيره مضاعفات كبيره جدا م. وفي ناس قاعد يموتون اثناء العمليه وبعد العمليه بس المشكله الناس ما قاعد تسمع بالحالات هذه تسمع بالحالات اللي تروح وفعلا تنجح واكو نسبه منها تنجح مو هذا هذا الموضوع دكتور هو فتح المجال امام المتبرعين من غير الاقارب فتح هذه التجارة خاصة أن هناك بعض الفقراء في بعض الدول يعرضون كلاهم ويعرضون أعضائهم للبيع لمجرد العيش فقط صحيح هذه مشكلة صايرة في في أكثر من دولة هناك فقراء محتاجين وهناك أغنياء لهم القدرة على شراء هذه الكلى بس الغريب أن أغلب المتبرعين ما يعطونهم المبلغ المتفق عليه يعني يتفق عليه مبلغ معين وبعدين يعطي ربع المبلغ هذا فتلقى وتلقى شركات ايضا وسماسره في هالمجال في سماسرة ومافيا وفي مافيا وتجرى في عم في في مستشفيات غير مؤهله وبعيده عن انظار السلطات في السنه الاخيره هذه في اخر تقريبا ست سبعة اشهر صارت كبسه في باكستان وفي مصر ايضا مجموعه من الاطباء وضعوا في سجن نتيجة لإجراء هذه العمليات الغير قانونية وبالتالي الآن المرضى اللي قاعد يرجعون باكستان مصر قلوا بشكل واضح لأنه صار نوع من الكنترول على هذا الموضوع احنا ما نلوم الناس يطلعون برا احنا لازم ان كل مريض نشوف له متبرع إذا ما عنده متبرع من أهله لازم ناخذ من الوفيات لذا أنا أقول للوصول الى الاكتفاء الذاتي يجب زياده عدد المتبرعين من الوفيات تصور احنا يوميا قاعد ندفن مجموعه من الناس وكل واحد من هذين اللي ندفنهم الله يرحمهم جميع. الله يرحمهم جميعا تلقى فيه اما نسيج او فيه عضو يصلح لانقاذ آه شخص اخر محتاجه محتاجه هذه لكن اللي يمنعكم ليش هو عدم وجود وصيه عدم وجود وصيه او عدم موافقه اهله م ليش احنا ندفن الاعضاء انت لو عندك كنز عندك مجوهرات عندك ذهب الشخص لما يتوفى هل يدفنون مجوهراته معه الشخص لما يتوفى ما يدفنون ثروته وياه بس للاسف يدفنون شيء اللي هو اغلى شيء اعضاء طيب دكتور بصراحه يعني الاعضاء الاعضاء بصراحه لا تقدر بثمن الكبد لو يسوى مليونين نعم مليونين يسوى مليونين دينار واكثر هذا قاعد يدفن مع الميت بينما مثلا لو عنده ساعة الماس ما يدفنونه يقولون ها شيء طيب ثانية. بصراحه دكتور ما اللي يمنعنا حتى الان هي. من ان يكون هناك ثقافه في المجتمع سائده حيال التبرع بالعضاء هو الجانب الديني ام ان فعلا احنا في قصور كبير جدا من هذه الثقافه هو انا اصور عدم فهم الدين احد الاسباب لان الدين الاسلامي يشجع على انقاذ الاخرين يشجع العمل الخير مثل ما الاسلام يشجع على الصدقه لمساعده الاخرين الفقراء يشجع على انقاذ الناس بالتبرع بالعضاء فبالتالي ما اعتقد في مشكله دينيه اكو عدم فهم لموضوع الموت الدماغي عند بعض العلماء يخلطون بين الموت الدماغي وبين الغيبوبه العميقه وفرق شاسع بين الاثنين بس مفروض انه ما في مشكله دينيه بالعكس الدين المفروض يشجع على على التبرع بالاعضاء، وعندنا كثير من علماء الدين يعني احنا, احنا احد العلماء في الكويت يقول التبرع بالاعضاء ليس صدقه جاريه فقط، وانما من اعظم الصدقات. لان في انقاذ، انت لما تعطي صدقه تساعد فقير، تسوي له مشروع ياكل منه، هذا صدقه جاريه، بينما لو تعطيه كليه ويعطي كبد يعيش منه، هذا صدقه افضل. يعني قاعد تنقذ حياته. طيب وهذه وجهه نظره ايضا، دكتور أه تكلمنا قبل شوي عن يعني المافيات الخارجيه في بيع الاعضاء وشفنا في الفتره الاخيره بعض الصور في بعض البلدان صحيح. عن أه يعني بيع الاطفال وغيرهم خاصه من الفقراء وبعض الجثث اللي لقوهم في الشوارع يعني مسلوبه الاعضاء أه واحشائها أه هذا ان شاء الله غير موجود عندنا في الكويت أكيد ولم أكيد نسمع عنه لكن هل في هناك عمليات مشبوهه لبيع اعضاء او غير قانونيه بشكل او باخر في الكويت؟ ابدا اقول لك ليش؟ لان المركز الوحيد تجرى فيه عمليات الزراعه هي مركز حامد العيسى لزراعه الاعضاء واحنا عندنا قانون كويتي من سنه 86 من اول القوانين ايضا في دول الشرق الاوسط ينظم عمليه التبرع بالعضاء وعندنا مجموعه كبيره من القرارات الوزاريه التي تنظم هذه العمليه احنا القرارات الوزاريه تؤكد ان اي شخص يتوفى وفاه دماغيه في اي مستشفى مستشفيات الكويت يجب ابلاغ وحده توفير الاعضاء واحنا في وفد وحده توفير الاعضاء عندنا منسقين زراعه الاعضاء مهنتهم ان يلفون على المستشفيات وعلى عنايه المركزه يشوفون حالات الوفاه الدماغيه يتواصلون مع أقارب المتوفون بما أن هذا الشخص هو متوفي متوفي لكن مستمر في الحياة مجرد ليش مستمر في الحياة ليش مستمر في الحياة وإنما الأجهزة تحافظ على أعضاء داخلية. يعني يسمون الجثة النابضة الشخص الميت دماغيا مخة تالف مخة متحلل مو بس تالف يعني ينقطع الدم عن المخ تماما وبالتالي يتحلل المخ كل هذه الحالات كل هذه الحالات يتم اتصال بوحدة توفير الاعضاء، المنسقين يتابعون الحالات هذه نقابل الاهل ونتكلم عن التبرع بالاعضاء. نسبة الموافقة طبعا في البداية اذا شفنا اهل الميت غير مقتنعين بالموت الدماغي ما نكلمهم لانه ماكو فائدة. وللاسف هذا كثير من الكويتيين لما نكلمهم اصلا مو مقتنع ان هذا ميت نقول له ترى هذا الفحوصات بينت انه هو ميت يقول لا الله كريم و العظام وهي رميم، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء طبعا. سبحانه إيه. طبعا. و... ويقول بعضهم يقول لازم السفر للخارج. صار حاله مره سفروا حاله للخارج الى انجلترا اول ما وصلوا هناك قالوا لهم ودكم تتبرعون باعضائه، لانه مو معقوله واحد ميت ينقلونه للخارج للعلاج، هذا صار قبل سنين عديده طبعا. ف مشكلة ان اذا صار تقبل للوفاة الدماغية بعدين نكلمهم عن التبرع بالعضاء وعندنا نسبة التبرع القبول 30% بينما هي في اوروبا وفي امريكا النسبة هذه تزيد عن 80% فللحين نسبة القبول قليلة لامور ثقافية لامور اجتماعية لامور دينية مش يعني وهذا المشكلة مو بس عندنا في الكويت روح اليابان التبرع في اليابان اقل من الكويت واقل من كل دول الشرق الاوسط لأنه طيب. أيضاً عندهم مشكلة آآ ثقافية آآ احترام الميت وعدم مسه ويمكن فيها جانب بعد شرعي عندهم أو ديني طيب دكتور يمكن في سوء فهم أيضاً عند الناس هذه ما بين الموت الكلينيكي أو الدماغي وأيضاً ما بين الغيبوبة غيبوبة. بس لك هالسؤال لكن طبع. بعد فاصل قصير مشاهدينا فاصل ونعود <applause> حياكم الله مشاهدينا. دكتور الى الان في ناس عندهم لبس ما بين الموت الكلينيكي وما بين الغيبوبه مثلا. وهذا يمكن يخلي الناس ايضا تتردد في موضوع التبرع بالاعضاء. شنو الفرق؟ فرق كبير الانسان اللي في غيبوبه عميقه ما يكون ميت دماغيا. موت الدماغ يصير لما يموت جذع الدماغ. جذع الدماغ هو الجزء الصغير اللي اسفل الدماغ، يعني شوف الدماغ حجمه كبير تحت الدماغ اكو جذع الدماغ اللي بعدين يمتد يصير النخاع الشوكي. جذع الدماغ في مراكز التنفس ومراكز ضربات القلب في الانسان. اذا هل جزء في الدماغ فقط انقطع عنه الدم ومات الانسان راح يموت لانه ما يقدر يتنفس والقلب راح يوقف. فالانسان اللي في غيبوبه عميقه جذع الدماغ يكون حي. ولو ان بقيه الدماغ قد يكون كله او جزء منه كبير ميت فهو في غيبوبه ما ما يشرب حوالينا بس هو قاعد يتنفس لحاله ويعطونا الغذاء عن طريق الانبوب وقد يكون يقعد في الحاله سنين عديده انا عندي كان عندنا حاله في مبارك 12 سنه زين وعندي وصار عندي حاله سبع اشهر كان فيها الغيبوبه عقب سبعة اشهر دخلنا عليه وصحى فالغيبوبه العميقه لا يعتبر موت دماغي ولا يمكن اخذ الاعضاء منه الموت الدماغي يكون جذع الدماغ ميت او كل الدماغ ميت بحيث الدماغ متحلل وبالتالي الاجهزه جهاز التنفس الصناعي والادويه تخلي القلب شغال القلب لما يكون شغال والتنفس شغال بفضل الاجهزه الاكسجين يوصل الى الاعضاء فالاعضاء تظل حيه فالاعضاء حيه بس الانسان ميت يسمونها الجثه النابضه طيب دكتور هل يحق لذوي المتوفي يعني التبرع باعضاء بعد وفاته بعض الناس قالوا لا يعني في خلافات صارت ما بين بعض العوائل يعني هناك من كان موافق وهناك ايضا من كان يرفض التبرع باعضاء يعني قريبه المتوفي. يعني احنا دائما نروح حق الشخص اللي هو مسؤول عنه او الشخص اللي يكون يعني اذا في شخص متوفى الاب هو اللي يكون الـ الـ ولي الامر ولي الامر. فاذا ولي الامر اعطانا الموافقه ما يهم البقيه ولو اننا احنا ما نحب يصير خلاف العوائل فبالتالي نحاول ان نشرح من الموضوع بشكل كامل وان يصير في توافق وان نشعرهم ان هذا عمل خير وايضا نقول لهم ترى هذا اخر فرصه لهذا الميت انه يعمل عمل خير في هذه الدنيا وما في عمل خير في في اخر حياه الانسان افضل من أن ينقذ مو شخص واحد مجموعه من الاشخاص وإذا كل شخص هذا قد يكون شاب يروح الجامعة وكذا باكر بيتزوج يصير عنده يصير عنده عيال يعني هذا عمل عظيم جدا ويثاب عليه مو فقط الميت وإنما أهل الميت لأن هم أعطوا الموافقة وطبعا ثواب الميت يكون ثواب عظيم جدا لأنه أنقذ مجموعة من الناس قبل انتقاله إلى الدار الآخرة. طيب حصلت مشاكل دكتور في هذا الجانب أن بعض يعني القضايا مثلا اللي اختلفوا فيها بعض العوائل او قليل جدا نادر ما يصير هذا الشيء يعني عاده يعني احنا شهدنا قبل مده او قبل كم يوم ان في بعض قضيه بنجالي اللي لا, لا هذا كان صار التباس لان احنا اخذنا موافقه من من شخص قريب للمتوفى وايضا من اهله في 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 ديرته في, في بنغلاديش بعدين طلع في شخص اخر من اقاربه ما كان يدري بموضوع ان احنا ماخذين الموافقات ف حسب ان احنا ماخذين الاعضاء بدون موافقه يبنا عندنا راوينا الموافقات واقر ان هذه الموافقات صحيحه وهي قانونيه وبالتالي اعتذر عن هذا وسحب الشكوى بدون اي قضيه طيب انا سالتك دكتور قبل شوي ان هل يوجد عندنا عمليه تبرع بالاعضاء مخالفه او غير قانونيه يعني قلت لي ما في ابدا ما في لا طيب احنا الاعلانات اللي نشوفها بالشوارع او حتى عند المركز مركز صح. التبرع بالاعضاء يعني مطلوب التبرع بكذا، مطلوب التبرع بكذا هذه كلها اعلانات من غير مقابل اكيد يبون م... اكيد يبون يعني يدفعون مقابل. هذه الاعلانات انا اعتبرها اعلانات تجاريه. م. ولهذا في لجنه تقابل المتبرعين غير الاقارب يشوفون هذا المتبرع فعلا راح يتبرع لله ام بيتبرع في مقابل مادي المتبرعين اكثرهم اجانب؟ اكثرهم اجانب نعم في متبرعين كويتيين بس قله اغلبيه من اجانب نعم من المقيمين يعني فيدشون اللجنه واللجنه هي لجنه محايده تجتمع في مستشفى بعيد عنا وهي تقرر اذا كان لجنة في مستشفى الجهره في مستشفى الجهره هي تقرر اذا كان هذا المتبرع اللي جاي حق المريض في علاقه عاطفيه بينه وبين المريض ام لا توجد أن العلاقه ماديه اذا حسوا اذا حسوا ان العلاقه الماديه ان العلاقه ماديه طبعا راح يرفضونها إذا العلاقه الماديه معروفه العاطفيه شنو وتقصد فيها يعني صداقه انسان آه. انسان عنده صديق كان بالمدرسه وياه وتربوا مع بعض ما يقرب له بس علاقتهم علاقة عاطفية أنها صديقة هذا نعم. وحصلت يعني كثير يعني حصلت كثير أنه يتبرع له وهذا ما في ما في إشكال لا عندنا ولا في أي دولة في أمريكا هذا رائع جدا أن واحد يتبرع حق أصدقاء وكذا فما في ما في إشكال في الموضوع هذا بس هي واحد ما في أي قرابة ولا صداقة ولا ولا أن إثبات أن هذا كان يعرفه من زمان أو كان جاره أو أي شيء ويقول أنا لله أنا طبعا ما أصدق يعني طيب دكتور حتى احنا ما نصدق يعني بعض المرات وان كان ما ندخل في النوايا ويبقى العمل عمل خير لكن آه هذا يمكن آه اللي يخلي السؤال يقول ان هل اللجنه هذه قادره على كشف آه مدى مصداقيه هذا الشخص المتبرع ان هدفه مادي او خيري لا ادري اسال اللجنه انا ما احضر اللجنه وما ادري شلون طريقه آه يعني طريقة عمل اللجنة هذه يعني كل ما يوصل لي فقط قرارات اللجنة وأنا أمشي على القرارات لأن هذه اللجنة من وزارة الصحة ومعترف فيها بالوزارة لأن أنا سمعت أن بعض المتقدمين بالتبرع يدخلون في هذه اللجنة للتبرع بعضهم لكن لا يتم الموافقة على تبرعهم في المقابل هناك أشخاص يتم, يتم. وكلهم من غير الأقارب طبعا كلهم من غير الأقارب م. فأكيد هذا اللي اللي وافقوا عليه شعروا ان هناك علاقه صداقه وعلاقه عاطفيه وهناك ما كان ما شافوا هالعلاقه او شكوا ان هناك احيانا المتبرع نفسه يقول انا محتاج فبالتالي اوتوماتيكيا يرفضون هذا لان ممنوع اخذ مقابل للتبرع. طيب دكتور ما هي اكثر بس انا اعتقد يعني اغلب هذيل حتى يعني حتى اللي يقول انا ما بياخذ في النهايه اكيد يحصل له شيء يعني ما اعتقد يتبرع بلا اي مقابل يعني يعني اذا كان الشخص عاد يبي يعطي شيء من عنده هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى لكن هي تخلص فيها النيه اولا واخيرا وان كان فيها مقابل مادي هذا ما يعني اكد عليه الكثير من علماء الدين بان هذا الجانب فيها محرم كما هو مجرم ايضا قانونيا صح صح. انا بصراحة موضوع التبرع بالعضاء من غير الاقارب ما ارتاح له بالمره انا افضل ان نشجع ونزيد التبرع بعد الوفاه. الاعداد اللي عندنا لكل مليون قليل جدا مقارنه في اوروبا لازم نزيد الاعداد عن طريق حملات اعلاميه عن طريق المقابلات مثل هذه وسائل التواصل الاجتماعي كل هذه الامور مهمه ان نربي ثقافه التبرع وانا اصور في اكو شيء اهم ايضا المدارس احنا ليش وزاره التربيه ما تاخذ هالموضوع بمحمل الجد وتحاول ان تخلق الثقافه عند الصغار عند في في, المتوسطه في الثانويه يعلمونهم على موضوع نقص الاعضاء وهو نقص عالمي وعندنا شديد ايضا في الكويت يحاولون ان يربون الثقافه لان الشباب عندهم هالحسن النوايا ان يحاولون ان يساعدون الاخرين ليش ما ننمي فيهم هالثقافه؟ ويكون مشروع توعوي كبير يعني أحسن. على مستوى الدوله، شبابنا اذا راحوا برا يطلعون رخصة قيادة في أمريكا يسألونهم هل ترغب في تبرع بأعضائك أكثرهم يكتبون موافق. نعم موافق لكن الثقافة هنا مو موجودة موجود. ولا في أيضا شيء يلزمهم يجب أن توجد م. سواء عن طريق المدارس عن طريق التلفزيون عن طريق الإذاعة عن طريق وسائل التواصل وعن طريق الدولة اعلانات وعن طريق علماء الدين وهذا يمكن احد دورنا احنا في الاعلام هنا ان اقمنا هذه الحلقه لمناقشه هذا الموضوع بشكل عام فاصل دكتور ونعود مشاهدينا فاصل ونعود حياكم الله من جديد دكتور قبل الفاصل سألتك بأنك تشجع يعني بشكل كبير على التبرع بالعضاء وهل أنت شخصيا أحد المتبرعين بالعضاء فاجأتني بإعطائي هذه البطاقة بطاقتك أو بطاقة عضوية بطاقة تبرع, بطاقة تبرع بالجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء بأنك أحد المتبرعين الكويتيين اللي موقعين ومقرين بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة إن شاء الله بعد أمر طويل ان شاء الله مو يعني. مو بس احد المتبرعين من اوائل المتبرعين يعني من زمان م. كونك آه رئيس الجمعيه هذه يعني يوم تبرعت ما كنت رئيس الجمعيه م. هذه البطاقه طبعا هي البطاقات اللي نوزعها على الناس اللي راغبين بمساعده الاخرين بعد الوفاه هي عباره عن وصيه آه نطلب انه يكون فيها اثنين شهود للوصيه هذه ونوزعها على الناس اللي آه يطلبون هذه البطاقات هذه البطاقه آه اذا شخص توفى اول شيء عندنا في الجمعيه اسامي كل الموصين او المتبرعين بحيث اي شخص يتوفى في مستشفيات الكويت راح نرجع للقائمه نشوف اذا كان هو يحمل البطاقه ام لا عن طريق الرقم المدني. <applause> طبعا مو بس انا احمل البطاقه كل اهلي يحملون البطاقه لان انا ودي بعد ما اتوفى الاعضاء هذه اتبرع فيها ليس للديدان وانما للانسان. وهناك خياران امام الانسان في نهايه حياته اما يتبرع للديدان او يتبرع للانسان انا اعتبر تبرع للانسان هو عمل خير جدا وبالتالي هو العمل الافضل يعني طيب خلنا نقرا ايش مكتوب في البطاقه دكتور طيب. والله يجزاك خير على كلامك رغبه مني بانقاذ حياه الاخرين اوافق على التبرع بالاعضاء والانسجه بعد الوفاه طبعا الاسم الدكتور مصطفى سيد الموسوي وفي رقم تلفون وفي رقم أي احنا اقرب أخل... شخص والرقم يعني المدني وهي تعتبر وصيه وصيه صح. للتبرع بالاعضاء بعد وفاتك، كنت بسالك هل تشجع اهلك؟ قلت كل اهلك كل اهلي يحملون بطاقه تبرع. أه... الله يجزاك ال... خير الوالد الله يرحمه كان عمره 90 سنه وعنده بطاقه تبرع بس يوم توفى الاعضاء ما كانت تصلح فبالتالي ما قدر يتبرع بس أ... أ... الله يرحمه ان شاء الله انا اشجع كل انسان يحمل البطاقه لان هالبطاقه خلت تكون وسيله لدخول الجنه، انت لما تنقذ ناس قبل وفاتك هذا قد يكون العمل الاخير اللي تسويه في الدنيا وقد يكون هو افضل عمل لك في هذه الحياه. نتمنى ان شاء الله يعني ان نختم الحياة ان نختم هالحياه بصالح اعمالنا باذن الله، وهذا اولا واخيرا دورنا دكتور كاعلام ايضا نسلط الضوء على مثل هذه القضيه ومثل هذه الثقافه اللي تحتاج من عندنا حقيقه صحيح. الكثير دورنا كاعلام اليوم ان نقول ان هذه الثقافه تحيي يعني اكثر من نفس واللي يحيي نفس ايضا يحيي الناس جميعا, جميعا واولا واخيرا المجتمع بحاجه حقيقه هناك امراض هناك يعني كثيرين يعانون من فشل كلوي في الكويت سنويا و... حوالي 400 شخص 400 شخص يعني يمكن يلقون متبرع وما يلقون متبرع وعندنا مئات على قوام الانتظار ينتظرون كل يوم الوفيات الآن عندي أنا مريضة في آه الرياض تنتظر كبد من الكويت، هي مريضة كويتية مه. راح الرياض تزرع بس طبعاً لأن عندهم نقص هناك ما راح يعطونا كبد من السعودية لازم احنا ندبر له كبد من الكويت ونبعثها يومياً أهلي يتصلون فيني ها في متبرع ما في متبرع. ففعلاً وضع يكسر الخاطر لأن هي راح إذا ما تحصل الكبد عن قريب قد يكون آه ما تعيش. وعندي طفل عمر اربع سنوات ايضا في السعوديه بانتظار كبد، احنا ناخذ الاكبد هنا ونبعثه للسعوديه يزرعونه وعندنا مرضى في الكويت ايضا يحتاجون أكباد موجودين ايضا نزرع لهم في الكويت. ونحن ايضا بانتظار ان يشفي الله سبحانه وتعالى كل مريض صحيح. يعني في في كل هذا العالم، شكرا لك دكتور مصطفى الموسوي رئيس قسم زراعه الاعضاء في وزاره الصحه، شكرا لتواجدك معنا، الف شكر. شكرا لكم الله يبارك فيك. يعطيك العافيه. مشاهدينا شكرا لكم على المتابعه في امان الله.